لها. شاهدنا مثلا في الملعب لما يتوجه الجمهور بمصطلحات ضد ويحيى، ليس أحمد ويحيى، ويحيى العائلة كلها. هل انضريتوا أنتم انضر هذا الأسم بسبب أحمد ويحيى معنويا أنتم أولادكم؟ كيف في الشارع يتم التعامل مع هذا الاسم ويحيى؟ هذا بطبيعة الحال واحد كي يسمع اسم عائلته في السوق في الشارع ولا في السلاط يسبوه ولا يشتبوه، هذا يعني الحساسية الداخلية تتحرك، ولو تسكت ولو تحمل ولو ما تجاوبش مع شحال بقعد الشعب الجزائري، لكن داخلية سي نورمال، انت بشر تتحس، انت مواطن. وكما قلت انت ابعد ما ذلك، بارك الله فيك في كلامك، ربما احنا الكبار نحملوها ولادنا ما يحملوهاش. نضروا اولادك انت السي العيسى؟ اسمح لي، نضرينا كل ماشي غير ولادنا برك، فهم دوك واحد كيفاش يفهم؟ تحكي من طفل صغير مثلا في الابتدائي كيعايروه يجي يبكي للدار، فهمت؟ دوك مثلا واحد في الثانوي يحمل يجي يعيط. انا مثلا نسمع كلام كما نقول لك ساعات حتى الاذان تحشم تسمعوا، يمسح واش تحب دير الله غالب. كما قال لي الاخ محمد في الحوار نهار حوار 2016 قال لي واش راهي؟ قلت احنا تفاكسيني الله غالب ذاك السبال هذا ولا نورمال عادي عندنا، علاش نتحمل؟ دوك واش نقول لك؟ تقدر تسميه ان ساكريفيس، يعني تضحيه، راك تضحي انت ولو ماكش مسؤول، من بعيد راك تضحي. دوك واش نقول لك؟ دوك هو خدا مواقف تاعو وحكم وخدم وكذا، ماشي باش نديفونديه، وقلتها لك نعاودها لك، ريزولتا تاع النظام نيجاتيف بوان الا لين، حبه من حبه وكاريه من كاريه. لان لو كان النظام نجح ما لهوش هالدرجه. سي محمد قال لك الجزء الكبير تاع المسؤوليه نحملها له، قال معليش استي راضيين نمشي بقسمتنا سيدي، عندنا جزء كبير من المسؤوليه، مع الاقل جزء ماشي كل المسؤوليه. هذه وحده. ثانيا واش نقول لك؟ لان الانسان دوك اللي يخدم هذا هو معرض لوسبه، وبين قوسين ماشي باش نديفونديه. سي لي اسي كرون بور سو ديفوندر. الحمد لله. لكن الله غالب لحقنا وقت. دوك انت تشوف انسان يخرج كما تحكي انت سيفري كما هضروا في الوسمو، الشعب يا صاحبي امه مليون زوج 10 ملايين 20 مليون يسبوا في شخص واحد ولا في زوج ولا في ثلاثه، واش راح دير؟ تحارب شعب. انا تسمح لي يوسف. طيب لا.